يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة مستجابة في الدنيا، فكيف نجمع بين هذا الواقع وبين حديث وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة؟ وين هي الأدعية اللي تقول؟ جب عليها أدلة ونشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو الظاهر أن قصده الدعوات الدعوة العامة، دعوة العامة، أما دعوات خاصة يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستجاب، نعم هذا واقع، هي دعوات خاصة، لكن الكلام على الدعوة العامة، نعم، للأمة كلها، نعم.